وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من النواب أن التعديلات الخاصة بأحكام قانون الطفل تؤكد على إرساء مبادئ حقوق الطفل في ظل التزام الدولة بحمايته. كما أكد عدد من النواب أن تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو وضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ودفع عملية التنمية الاقتصادية. الحقيقة مشروع القانون اللي كان معروض النهاردة في قاعة مجلس النواب امتداد لمجموعة من التشريعات وجه بها فخامة السيد رئيس الجمهورية انتصارا لحقوق الإنسان. وكنا بنتكلم داخل المجلس الحقيقة النهاردة وفي مقارنة بما يحدث الآن في مصر من احتواء للطفل واحتواء للأم وصدور مجموعة من التشريعات الحقوقية، أنا بقول أن مصر النهاردة أصبحت دولة حقوقية. هذا القانون هو قانون هام جدا للاقتصاد الوطني ولتحقيق المستهدفات الوطنية. إحنا في مجلس النواب أقررنا خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2023-2024 وقلنا فيها عدد من المستهدفات الوطنية، ودي أقرها المجلس النواب ومجلس الشيوخ، إن إحنا هنعمق الصناعة والمنتج المحلي، إن إحنا هنزود فرص العمل، هنخلق 800 ألف فرصة عمل، إن إحنا هنصدر وهنعزز الصادرات بتاعتنا، ويعني المستهدفات بنسب كبيرة جدا في تعظيم الصادرات. طب ده هيتحقق ازاي؟ ده هيتحقق لما يتفعل القانون دوت، لان بنيه الاقتصاد الاساسيه بتبقى من خلال المشروعات الصغيره والمتوسطه، هي دي اللي بتخلق فرص عمل، هي دي اللي بتصدر، هي دي اللي فيه اهتمام عالمي بيها وفي دعم من المؤسسات الدوليه بحيث انها تبقى اقوى. هذا الاتفاق رقم 403 لسنه 23 قرار رئيس الجمهوريه بين حكومه مصر وحكومه كندا هو منحه بتقدمها حكومه كندا بقيمه 10 مليون دولار كندي. هذه المنحه سوف تستخدم في مواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة، بحيث ان احنا نبدأ يعني نوضح لصغار الزراع ازاي يقدر يتكيف مع هذه التغيرات المناخية بما لا يؤثر على الانتاج الزراعية وبما يؤدي الى التنمية المستدامة.